قال سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة إن مملكة البحرين وضعت صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، حيث قامت منذ بداية ظهور فيروس كورونا كوفيد-19 في دول العالم وقبل ظهور أول حالة في البحرين باتخاذ حزمة من التدابير الوقائية والعديد من الإجراءات الاستباقية للتصدي للفيروس ومنع انتشاره، موضحا أن ما تم تسخيره من إمكانات وموارد من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين خلال الجائحة يدعو لاستشعار ما تقدمه المملكة من أجل الجميع والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. أشار وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة للحد من انتشار الفيروس، والتي تعد مسؤولية وطنية تحتم على الجميع الالتزام بها لمواصلة التصدي للفيروس بحسب الخطط الموضوعة حتى الوصول للهدف المنشود بالقضاء عليه وإعلان الانتصار على التحدي الذي يواجه العالم بأسره.